السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكرم الشهيد الدكتور ياسر الهزاع، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان فقيه. دكتور ياسر رحمه الله وكل من يعرفه يشهد بذلك، كان مثالا للتفاني والإخلاص في عمله، كان نموذجا رائعا للقائد الملهم الذي يحفز من يعمل معه أن يعمل بنفس الجد وبنفس الإخلاص وبنفس الاجتهاد. كلمة الشكر والامتنان للدكتور ياسر لا تكفي، مشاعرنا أكبر وحزننا أعمق، ولكن كل ما نستطيع أن نقوله هو أن ندعو له رحمه الله بالمغفرة وبالرحمة وبحسن الجزاء على ما قام به. بدي أقولكم أن البي ما بيموت، البي بيبقى بالقلب كل الوقت لآخر لحظة من حياة الإنسان. وبعتقد ياسر ورتكم ورثة جميلة أهم من الفلوس وأهم من الثروات، ورتكم قدوة مثل تقلدوه بأداء أتقان العمل، تحبوا مرضاكم، تحبوا الناس المسؤولين عنهم كانوا مرضى ولا أي شيء آخر. وكتير بفرحني أنه نسمة تلميذ مميز جداً، إن شاء الله حتبدأ عنا بكلية الطب، ودكتور مازن فقيه قرر أنه المستشفى يتكفل بكل دراستها. وبالتالي يا نسمة نتمنى بس تخلصي يرجع لعنا حدا نسمة ياسر هزاع، يرجع اسمه لياسر عنا. هاي القاعة للأجيال القادمة بكرة إذا قالوا مين هيدا ياسر هزاع؟ قالون هيدا كان قدوة بحب المرضى والتفاني قالون. فقد كان الدكتور ياسر لي حصنا أحتمي به أخاً أباً صديقاً وسنداً. لقد كان أبو هاشم منارة تنير لي حياتي لن تطفئ بعد رحيله، فعطر سماته أبداً لن يزول. لقد كان حريصاً في كل عمل يقوم به أن يكون خالصاً لله بلا نفاق ولا محاباة لأحد، يرجو رضاء ربه فقط. أحسست بفقده أن وسط صحراء خاوية، كأنما السماء انهوت فوق رأسي، ولكن لطف الله بعظيم، فقد ترك لي من بعد رحيله حب من كانوا معه وبرفقته في مهنته العظيمة. أشكركم من كل أعماق قلبي، أخي الدكتور مازن، أختي الدكتورة سمر، وكل من عمل معه من الأطباء والطبيبات والكادر الطبي، ومن عمل معه بهذه الأسرة الكبيرة. لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن مدى امتناني وتقديري لكل شيء كنت به لأجلنا. حقا شكرا لكم من كل قلبي.